واحد اثنين ثلاثة. ازيكم يا عاملين ايه؟ وحشتنا جدا. النهارده التحدي هيكون تحدي البلالين، خليكم معايا. معانا بولة فيها الأرقام من 1 لـ10، وهنا البالونات هتبدأ من هنا، 1 2 كده، هما 10 بالونات. هتختاروا كل واحد بقى أي هيطلع له حظه، ممكن يطلع له مية، ممكن يطلع له خل، ممكن يطلع له سكر، وفي مفاجآت برضو في قلب البالونات، يعني في حاجات كويسة وحاجات حاجات مش كويسة. يلا مع بعض نبدأ، الكبير بالكبير بقى. يلا يا جنى. بس يعني مش شايفاهم. يلا اختاري رقم، ورينا الرقم. توتا هي اللي كاتبه الارقام على فكره، وخطها جامد يعني. 3 نمبر 3. ماشي يلا. بص خطها عامل ازاي اصلا. طب يلا يلا استنى. بصي رقم 1 اهو، الحمراء، ودي الاثنين، ودي الثالثه، دي السودا. دي هتقف تحتها، هتقف، لا بس ما تمسكهاش، وقف تحتها، واحنا هنفرقع بالدبوس. لا ميلي ميلي، ايوه وقفي كده، ايوه زي توتا ما وقف، ميلي كده. لا لا يلا يلا يا جنى، اقفي تحتها. كان فيها ايه؟ كان فيها سكر، بس كانها سكر. ده اول بالون، هنستنى الاذان وبعدين هنكمل. انت بقى، انت اللي عليك الدور، اختاري من هنا. سيبيها سيبيها على الترابيزه، على الترابيزه اختاري بقى. يلا شوف هيطلع لك رقم كي. 5. رقم 5. طيب ماشي، الخمسة اللي هي الأورانج اللي هناك دي، يلا روحي. يلا يا توتا. أيوة اللي هي دي، هتقف تحتها وجنى معاها الدبوس بسرعة. أيوة كده، 1 2 3. يلا. طلع لك فيل. لسه جماعة سكر ده جنى على فكرة، متلزقة وضهرها كله بقى سكر. لسه في سكر لسه بقى برضه. يلا مين عليه الدور؟ أحمد. هتخش تحدي أحمد. بصي لي. طب روحي اختار بولة بسرعة. نقول اختار بولة، اختار رقم. أيوه كده، تعالي بقى وريني كده رقم كي. مش عارف تقرا، مش عارف. افتح رقم 2. ماشي وقف تحتها، وقف تحتها. يلا. طب بس بس طلع له حي، طلع لك ايه وريني كده، طلع لك حظك حلو يا احمد، برافو عليك. بس ما انا كنت رافضه يدخل التحدي عشان ما يجيش عليه ميه. برافو عليك، برافو عليك. يلا من عليه الدور دلوقتي. يلا يا جنى روحي اختاري لك رقم. يلا بسرعة وريني كده، طلع لك رقم كام؟ افتحي. 4. 4. 1 2 3. 4 اللي هي الزرقاء. يلا يا جنى، انت عارفة ايه فيها اصلا؟ تعالي ده النجدة عشان تبقى مية، مش مية ده، ده سكر. يلا بسرعة بسرعة، تقفي تحتها وفيها مية. لا يا حبيبتي، انت قلت التحدي من الاول. يلا يلا، لا مش هنعفو عنك. يلا 1 2 3. احسن. بس 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 تعالي تعالي تعالي، هنكملي كده. كملي يا فرحة التحدي كده، ميه الجو برد صح؟ يلا هتكملي كده، هتكملي التحدي كده. دور مين؟ قولي ورين. طب يلا بس يلا اختاري رقم. شوفي ده هيبقى رقم كام. 7. رقم 7. قد كده 2 4 5 6. 7 اللي هي الصغننه خالص اللي هناك دي، اللي هي عملت ليه كده. يلا اقف تحتها. شلالك ايه؟ وريني كده. الله حظك جميل. يلا انت عليك الدور ولا احمد؟ احمد. يلا يا حموده يلا بسرعه. اختار ورقه يلا بسرعه. مش عارفه افتحها. افتحها ايه؟ مش عارف دي. بسرعه طلع له كام؟ 1 1. ماشي يلا الاول خالص.
استنى 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 واحد واحد اثنين ثلاثة مية. وريني كده وريني كده وريني الكاميرا كده. اوعى 100 جنيه يبقى معاكي اثنين يا قروبة يا قروبة. حظك نحس. انت طلع لك ربع جنيه توتا. ايه يا توتا؟ ماشي حطي الفلوس دي هنا ولا هتخليها في جيبك؟ هيا احمد؟ ماشي يلا. انت عليك الدور دلوقتي اختاري. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا رب اطلع لك دقيق بقى. مش بقى ميه بسكر بدقيق. روح حطها يا عم. تسعة اللي قبل الأخيرة. الصودا اللي هي اللي قبل الأخيرة دي. يلا دعوتي استجابت. تطلع لها دقيق فعلا. لا ملح ملح هو الحتت دي. طب يلا 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 فين الدبوس؟ بصراحة حظك جامد النهارده. الدبوس فين؟ أنا بسرعة تبركة تلاقيه على الترابيزة هتوقع عيب. إيه ماما؟ إيه؟ بغرقة وفقفها ملح فقفك قصدي سكر وفضلك الدقيق. يلا وقفي. ده بتاع نستنى مع ضب السكر هتقرش عشان ما يخشش في قفايا. واحد اثنين على فكره مش دقيق ده رز. رز 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 مش دقيق مش دقيق. طب كويس ده حظك حلو كنت زمانك معجونه دلوقتي. مين عليه الدور؟ انا. طب يلا اختاري. هاتي البولة. طيب ولا تروحي هنا؟ اختاري يلا بسرعة. يلا اختاري. اه ورقة. اختاري. توتو حظك النهاردة ربع جنيه. يلا يا رب يطلع لك حاجة حلوة. يطلع لك الدقيق ان شاء الله. انا ما نعرفش يا فائي. والله انا ما اعرف يا فائي. بس تقريبا شكلها فيها دقيق. واحد. يلا. يلا واحد اثنين ثلاثة. يا نهار اسود لازم تخشي تستحمي. هتكملي بقيت التحدي كده. هتكملي كده. تعالي وريني. صورك بقيت على الجزء بتاع. لا يطلع لي بقى. استني استني خليك ورا الدايري الدايري كده. شعرك جامد لونه جامد بصراحة. يلا تعالي مين عليه الدور؟ احمد. يلا حمود. ما يختار. بصوا فاضل هنا رقم كام دي؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. رقم ستة وفاضل الأخير رقم عشرة. عشرة دي الأخيرة. يلا يا أحمد اختار. ما نعرفش ما نعرفش اختار اللي أنت عايزه. يلا أنا هاخد واحدة فيها مية وواحدة فيها خل. فلوس ولا خل؟ دي خل. احنا المية جت على جنب. مش عارفين. يلا افتح. تعرف يفتحها وجنة تفتحها له. عشرة. رقم عشرة. يلا يلا تعالي. ما تقولوش يا فاق ايه. ما تقولوش يا فاق ايه. تعالي تعالي. لا اهو تعالي. يلا ادخل. يلا يلا. انا قلت لك من الاول ما تخشش التحدي. بس خد الفلوس منه. خد الفلوس منه. خد الفلوس عشان ما تتغرقش. يلا وقفنا وقفنا احمد بدل احمد بدل واحد اثنين ثلاثة. ابعدي يا توتا. خايبة. يلا واحد اثنين ثلاثة. يلا عامل زي الفار المبلول. بصي لازم تفتحها هي. فاضل اخر واحده. يلا هاتي انا بقى. بس خضتيني والله. بصي كده برافو عليك. تعالي احمد هنا. بصي يا جماعه انت كسبتي كام يا جماعه؟ اثنين. واتعمل عليها ميه وسكر وايه كمان ورز. ماشي احمد بقى طلع لك كام؟ ده 200. غرقتيني يخرب بيتك. غرقتي. لا يا توتا اقفلي. اقفلي الميه. اقفلي الميه. خلاص خلاص اقفلي اقفلي الميه. الجو برد. خلاص خلاص يا جنة. خلاص يا جنة. خلاص يا جنة.